معاك يا كابتن ايمن وكل نجوم الاستوديو التحليلي. كابتن حسين ما تزعلش، اللي جاي احسن، ده انت جايب جول عالمي قبل كده واخدت بطوله. يا سلام، هو ده حسين. انا خدت بطوله افريقيا، مش فارقه معايا اضيع ولا ما اضيعش، اهم حاجه احنا معانا بطوله افريقيا. بطوله افريقيا اللي جايبها على النادي الاهلي بقالها كتير. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للعيبه والجهاز الفني والعمال والاداريين والدكاتره وكله، مبروك بصراحه لينا. الحمد لله احنا تعبنا السنه دي، فالحمد لله ربنا عوضنا وقدرنا ان احنا نحقق البطوله. انا مش فارقه معايا، والله ما فارقه معايا اجيب جول. انا لو كان فارقه معايا الم الجزمه من اصحابي هلمها. انا قلت لهم انا مش عايز العب، انا عايز اكسب البطوله، مش عايز اكتر من كده. فالحمد لله دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. الحمد لله كل جماهير النادي الاهلي بتقول جول الوداد احسن جول في تاريخ الاهلي في مشوار افريقيا. والله الحمد لله، والله شكرا لجمهور الاهلي، وما تزعلوش على كل اللي ضيعتها، اهم حاجه المكسب. الحمد لله والله. جالك ياس في الملعب ولا كان عندك سكه ناخد؟ لا كان عندي سكه ان احنا ناخد البطوله ونكسب الحمد لله. زعلان؟ لا الحمد لله زعلان. انا كانت الدوري افريقيا الحمد لله. انت الحمد لله لما كان عبد الله يبارك عليك، ربنا يخليك يا حبيبي يا رب. محمد شحاته محمد طبعا، حسين شحاته حبيبي يا اليوم. مبروك فوزك اليوم ببطولة أفريقية، بطولة غالية ومفيش أحسن من كده ومفيش أغلى من البطولات الأفريقية، وكمان أمومة من الزمالك. طبعا الحمد لله، طبعا بشكر ربنا طبعا على المكسب النهارده، ببارك لجمهور النادي الأهلي العظيم على الفوز ببطولة أفريقيا، ببارك لإدارة النادي الأهلي على اللعيبة الرجالة اللي قدرت تحقق البطولة. الحمد لله بطولة غالية علينا كلنا، وان شاء الله باذن الله مزيد من البطولات باذن الله. ايمن اشرف راجل، ايمن اشرف باك ليفت ماشي، سيرد باك ماشي، وبتادي ولا اروع ولا اجمل، ومن احسن سيرد باكات الموسم ده مع النادي. الحمد لله فضل بيقول لك الحمد لله فضل ونعمه عند ربنا، قدرنا نحقق البطوله ولاداء لجماهير النادي الاهلي ومؤمن زكريا. الحمد لله. يوم مبروك. الله يخليك. دكتور عمرو وحب، يمكن عشايه الفتى الذهبي للنادي الاهلي على طول، بنبارك له على البطوله الغاليه، البطوله الافريقيه، النجمه التاسعه للنادي الاهلي. Yeah, it's been a long time coming. For the past 2-3 years we have been wanting to win this competition, but yeah, so فيها صعوبه نحقق نكسب البطوله دي اخر سنتين ثلاثه. So we are so happy to have won it at last, and I'm sure the fans are very happy too. We know it was a tough game, but at the end we won the match. سعيد ان احنا كسبناها، وطبعا اكيد الجماهير سعيده جدا احنا كسبناها، كان ماتش صعب بس المهم في الاخر كسبنا. مليون مبروك، مليون مبروك، مليون مبروك. مستمرين معاك كابتن ايمن، كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، كابتن سامي قمصان الادب الاخلاق بالاحترام، بيشارك الراجل بكل كبيره وصغيره، والراجل بيثق فيه، وهو ده المدرب المصري السنه اللي على طول في ظهر المدير الفني. مليون مبروك، بطوله غاليه جدا 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 لدولاب بطولات النادي الاهلي. اولا مبروك طبعا ليك، ومبروك لكابتن ايمن والاستوديو كله، مبروك لجمهور النادي الاهلي. اهم حاجه في المنظومه كلها، الحمد لله زي ما انت قلت بنحاول نساعد الراجل، والراجل الحمد لله متفاهم ومتعاون معانا. فرحه كبيره ان شاء الله، اتمنى انها تتكرر كتير كتير. بطوله كانت غايبه، لكن الحمد لله احنا وعدنا الجمهور قبل كده اللي احنا ان شاء الله هنوعدهم بيها، والحمد لله وفينا بوعدنا. ان شاء الله مستنيين دعمكم اكتر ان شاء الله، مزيد من البطولات ومزيد من الانجازات للنادي الاهلي ان شاء الله. استوش المباراه شغاله، قلت مش يومنا، مش عاوزه تدينا اما كمان كوره جت في حسين الشحات في القائم. بص، هو مباراة ده انت عارف ليك وعليك، يعني زي ما برضو احنا جات لنا كورة في العارضة لحسين، كانت كورة سهلة، كان هم برضو عندهم فرصة كبيرة من زيزو في العارضة، لكن الحمد لله احنا عندنا دايما ثقة في لعبتنا، وعندنا ثقة دايما ان احنا هنطلع اقصى حاجة، وده اللي حصل. الحمد لله مبروك، زي ما قلت لك فرحة كبيرة جدا، مقدرين جدا جمهور النادي الاهلي، مقدرين فرحتهم، ان شاء الله نوعدهم ان شاء الله كمان وكمان ان شاء الله. شكرا جزيلا. سليمان محلل اداء النادي الاهلي.